كل غورمون، نتمنى تكونوا كامل ملاح وبصحه جيده. مرحبا بكم في حصتكم اللي هي لا غورمونديز مع موني كوك على قناه زهره تي في. اليوم رايحين نديروا واحد الوصفه تاع وقتها، يعني فيكو دركا سي الموسم تاع الكابويا، دونك رايحين نستعملوها باش نديروها غراتان. كيفاش رايحين نديروها؟ لو غراتان هدايا راح نديروا له ان كرومبل من الفوق باش يجي مقرمش. والفنا لي غراتان دائما نديروا لهم بيشاميل ونطيبوا الخضره ونديروهم في البلا غراتان، نزيدوا لهم من الفوق جبن مبشور ونديروهم في الفوق. بصح اليوم نقترح عليكم طريقه جديده ديروا بها الغراتان سون بيشاميل. دونك يلا نتعرفوا على المكونات باش نديروا هاد لو كرومبل اللي رايحين ناكومبانيوه مع حوت اون بابيوت. دوك نوري لكم واش نسحقوا. نسحقوا لي زيبيس، دونك كيما هنايا عندي كمون ولا سيزونمون ملح وفلفل كحل، هنا عندي لاباط تاع الثوم، عندي اعشاب عطريه لزيرت دو بروفونس حبه قارص، هنا عندي شويه زبده معدنوس، هنا عندي كميه تاع زبده اللي رايحه ندير بها لو كرومبل، عندي جبن مبشور، عندي هنايا كابويا مقطعه هكا ما رايحه نزيد نقطعها صغيره، هذه اللي حنديروا بها لو غراتان. نسحقوا 300 غرام تاع الفرينه ثاني بور الكرومبل، والحوت اللي هو ان اكومبانيمون. دونك اون فا اكومباني بسمك لا سول ولا لو بونغا هكذايا يكون هكا يتباع، سينو تقدروا تقدروا تستعملوا هذاك اللي يجي سور جولي. لو سور جولي نحيوه من الكونجيلاتور، تخليوه يتبال مليح، تخليوه يقطر وتنحيوا له كامل هذاك الماء تاعو باش تقدروا تستعملوه. دونك نبداو توت شويت. الوغ ناخذ لا بلونش ا ديكوبي تاعي، عندي هنايا ان مولا غراتان، ناخذ موس، هاوليك الموس هذا يعجبني الموس تاع زهره ونقطع الكابويا تاعي مكعبات صغار، فوالا دونك نقطعها هكا مكعبات. عبالكم شحال تجي بنينه، لازم تسييو هاد الطريقه تاع لو غراتان ولا لو كرومبل تاع الكابويا، فريمون ما رايحينش تندموا. قلت لكم خلاص ملينا من كامل لي غراتان بالبيشاميل فرماج، لازم نستنى نسييو حاجه واحد اخرين. فوالا عباكم بلي نقدروا نديروا ميم دو لا كونفيتور بالكابويا، نقدروا نديروا تيلمون دو شوز ولا اون تارت بالكابويا اللي هي لا بامبكين باي. هي يعني سي اون وصفه امريكيه يديروها لي امريكان في لوتون في الخريف، خاطر الخريف هو الموسم تاع الخريف والشتاء، يعني الموسم تاع الكابويا. دونك يديروا لا بامبكين باي، وصفه ثانيه مليحه بزاف اللي نقدروا نديروها سكري. دونك فيك هي تجي مشبعه بالماء وتجي حلوه، نقدروا نستعملوها في لي بلا سكري وفي لي بلا سالي. نحط ديجا هادوما هنا ونكمل نقطع الاخرين. نديروا الكميه كامله خاطر كي يطيب تتبال. دونك كي نشوفوا هكذايا الكميه ماشي نقولوا لا لا خلاص بزاف ما نزيدش، لا لا غير سوايي جينيرو، غير ديروها كامل خاطر الريحه تتبال وما يقعد فيها والو. هكذا هنا نحطها هنا، نكمل نقطعها تلت قطع تاع الكابويا. هلا كي تشوفوهم هكا نديري دي مورسو تاع الشيدار، خاطر وي كاين لو شيدار اللي يجي هكايا اللون تاعو اورانج. هادو على زوج اي فوالا، نحطوهم هنايا في المول. هادي كملنا بها، هادي ثاني كملنا به،
ودوكا نجيو امنا سيزون، يعني رايحه ندير لها الملح والفلفل الكحل. دونك ناخذ هنايا ملح فلفل كحل وندير فوالا شويه ملح وشويه فلفل كحل هكذا، ونخليه دو كوتي ونجي ندير لو كرومبل. بصح انا نقول لكم كرومبل كرومبل، نتوما فو دوموندي سيغمون، راكم تقولوا شنو هذا يا كرومبل كرومبل، حنا نعرفوا الكرومبل سكري. اي با راح ندير لكم كرومبل سالي. ناخذ هكا لو ريسيبيون ونجي نحط هنايا الكميه تاعي تاع الزبده هكذايا، نسيي جو لا ديتون، يعني ندوبها هكذايا شويه فوالا. نديرو الفرينه ونديرو الفرماج نديرو تاني شويه فلفل كحل، ما نديروش الملح خاطر الفرماج راهو ديجا سالي، نديرو غير شويه تاع الفلفل الكحل. تقدروا تنكهوه كيما حبيتوا، ديروا كامل لي زيبيس اللي راكم حابين، تقدروا ديروا جوز الطيب، تقدروا ديروا لاباديان، هذيك نجمه الارض تكون مرحيه فريمون، كامل واش حبيتوا. وهنايا نخلط، ودوكا لازم نستعمل يدي. دونك ندير هكذايا اي جو فيان كرومبل. واش معناتها كرومبل؟ هي كلمه بالانجليزيه اللي معناتها نفتتو، امييتي. دونك نجيو نفتتو هكذايا، نديرو فتات بهذاك الفرماج والزبده والفرينه، نفتتوهم هكذايا بيدينا، ما نعجنوهمش، جوست لازم يتفتتو ويتزربعو مليح فوالا. اون فوا كو نفتتوه هكذايا يولي هكذايا ان كرومبل، نجي ونحطوه فوق لو غراتان تاعنا في لو مولا غراتان. نحطو هكذا الكميه تاعنا تاع الكرومبل، نحطو كميه هكايا لا باس بها فوالا، خاطر هذاك الكابويا رايحه دوب ابخي، دونك لازم يكون لو كرومبل هكذايا بيان جينيرو فوالا. ودوكا نروحو نديروه في الفرن على 200 درجه مده نص ساعه، ونعاود نوليو ليكم، وقعدوا هنا ما تروحوش بعيد. ودوكا رايحين نديرو لي فيلي دو سول تاعنا اون بابيوت. واش معناها اون بابيوت؟ تما نديروه في بابي كويسون ونغلقو عليه ونخليوه يطيب هكداك الي توفي، تما يطيب في لافابور ديالو في البخار ديالو، باش تقعد كامل هذيك لا سافور ما تروحش ما تتبخرش، تقعد لتما داخل الحوت. دونك نوجد لا بابيوت عندي هنايا ان مولا غراتان، ou le papier alu. Nous avons soit papier aluminium, soit papier cuisson. Voilà. فوالا نحط الحوت ديالي هنايا، ونجي جو لا سيزون، يعني ندير له الملح الفلفل الكحل
سورتو الكمون. فوالا دونك ندير له شويه فلفل الكحل. نديرو له الملح نديرو له الكمون. على بالكم باللي كالرفيق الوافي للحوت هو الكمون. دونك نديرو هكايا كمون فوالا. نديرو دي ترانش تاع سيترون. هكذا هلا نقطع ثلاثة لي طرونش تاع الليمون نحطوه هكذايا. شوفوا شحال سي جولي افوار. نديرو شويه زبده نديروش بزاف غير شويه فوالا. نديرو الاعشاب العطريه لي زيرب دو بروفانس هكايا. نزيدو الثوم لاباط تاع الثوم. كيفاش نديرو الحوت بلا الثوم؟ لازم الحوت نديرو له الثوم والكمون هذاك واش يحب الحوت. فوالا ونديرو المعدنوس فوالا ونغلقو على لا بابيوت هكذايا. نغلقوها وبا نخليو الريح يخرج هكذايا. ونجيو نحطوها طيب في امولا غراتان هكذا ونعاودو نغلقوها مليح فوالا. دركا نروحو نحطو الفول الحوت تاعنا بلوتو يطيب في الفرن على درجة 200 ولا 250 تما اعلى درجة في الفرن تاعكم. مي وشنو ما نخليوهش بزاف، نخليوه 12-15 دقيقة باش ما ينشفلناش ونحيوه ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوهم في صحن التقديم. هدايا بلوس لو غراتان هذاك اللي درناه بالكابويا. دركا رايحين نديرو لو كولون شوكولا. دونك لا غوسيت تاعنا الحلوه تاع اليوم ولا لو ديسير تاع اليوم سي لو فوندون شوكولا. شحال نحبو ناكلوه كي نروحو للمطاعم. بصح واش رايكم نديروه في الدار ونديروه ان غاتابل؟ دونك نوريلكم لي زانغريديون اللي نسحقوهم. نسحقو قرصه تاع الملح، 4 حبات تاع البيض، 50 غرام تاع الفرينه، 200 غرام تاع شوكولا سوداء. نسحقو 100 غرام تاع السكر و 150 غرام تاع الزبده. دونك هادو هما لي زانغريديون اللي لازم لنا بور فير ان فوندون شوكولا ولا ان كولون او شوكولا. دوك رايحين نديروه. الوغ ناخذ ان ريسيبيون، ناخذ اناء هكذا ونروح ندير ان باماري نبدا به باش هكا تكون الشوكولا تاعي دابت لي قبل ما نكمل نخلط هذاك لاباري. دونك ناخذ هذا الاناء تاع باماري نحط فيه شويه تاع الماء نغلق. نروح نحط الشوكولا ونزيد الزبده فوالا داك اون ماريز ونحطهم فوق النار يدوب هكذا. ها
فوالا. ودركا نروح نحضر لاباري تاع لو فوندون شوكولا. دركا نحط البيض هنا فوالا. دو بريفيرونس البيض تاعنا دائما نحتفظوا به يكون ا تمبيراتور امبيونت، سورتو كي تكونوا ديروا في الحلويات لي غاتو لي ديسير، دائما البيض تاعكم لازم يكون بدرجه حراره الغرفه، خاطر لو كان تستعملوه يكون بارد يقدر هو اللي رايح يفسد لكم لو غاتو تاعكم ولا لو ديسير تاعكم، كيما في الموسكوتشو ولا في لو كاتكا ولا في لو كيك، هادوما كامل لازم البيض تاعكم يكون بدرجه حراره الغرفه باش يطلع لكم بلو فاسيلمون اي بلو كوريكتومون، دونك راح يطلع لكم بسهوله. دونك هنايا عندي 4 حبات تاع البيض، رايحه نشوف برك مون با ماري، نحرك برك هذاك الشوكولا مع الزبده. اللي راهم بداو يذوبوا فوالا. هكا ودركا ناخذ ان فوي مانيوال وندير السكر دائما. انايا والام تاعي كي نشوفوا لي زيميسيون في التلفزيون ونشوفوا اللي يقدموا يديروا هكذا زعما البول تاع واش فيه على واش فيه الداخل وما يراك ليه واش هكذا، دائما الام تاعي تقول لي علاه ما يكرطوهش هكذا، الوغ كو هو يعني باش نختصروا الوقت ما تخافوش حاجه ما تترمى اي سي با بيان لو غاسبياج. دونك على بها دوكا كي قعد شويه سكر جو لي غاكلي هكذا، هكا الام تاعي كي تشوفني ما تقوليش علاه ما كرطيهش فوالا. دونك ندير قرصه تاع الملح، نزيد الفرينه ونخلط. سي فريمون تري تري سامبل. لو فوندون شوكولا ولا لو كولون شوكولا لي زانغريديون تاعو عمرهم ما يتبدلوا، باش تنجحوا فيه لازم برك لا كويسون تاعو هي الصح. هكذا فوالا هنا شيكولا مع الزبده راهم يذوبوا، راهم بداو يذوبوا سي تري بيان. لازم يكونوا دايبين تماما، يكون تولي الشوكولاته تاعنا سائله وتكون بيان بريونت. لودور تاع لو شوكولا ننصحكم دائما في هاد لو جور دو ديسير كيما لو كولون الفوندون شوكولا ميم البراونيز تستعملوا دائما شوكولاته سوداء، باش هكايا تقدروا تاكومبانيوه ب اون كريم انغليز ولا اون كريم شانتيي وما يجيش يقهم. دونك دائما تستعملوا شوكولاته سوداء اي بور اكومباني دائما ديروا له اون شانتيي ولا اون كريم انغليز ولا اون غلاس على فاني. الوغ مازال برك الزبده هذيك ما دابتليش مليح فوالا، رايحه نحيه من النار ونخلي هذيك الزبده تذوب مليح هكذايا، ودوك نفرغه لكم في اناء صغير باش تشوفوا القوام تاعو قبل ما نحطو في لاباري تاع الفوندون. هلا لودور دو شوكولا
بون لازم تعرفوا بليك انايا الحاجه اللي فريمون ما نقدر نستغنى عليها في حياتي سي الشوكولا. نقدر ما نفطر ما نتعشى مي لازم لي هذيك لا بوتي دوز تاع الشوكولا تاعي. فريمون جادور لو شوكولا. الناس اللي مويفين يتبعوني في مواقع التواصل الاجتماعي على بالهم مدى حبي للشوكولاته او بوين وين لحقت رحت في واحد من 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 رحلاتي رحت لسويسرا اللي هو بلد شوكولاتة ودرت لا فيزيت يعني شفت اونوزين تاع الشوكولا شفت مصنع تاع الشوكولا كيفاش يديروه كيفاش يومباكتيوه كيفاش حكايه الشوكولا وكيفاش نزاد وكيفاش ندار وكيفاش اكتشفوه واخترعوه اي فرانشمون سيتي يعني نهار فريمون شباب سيتي لون دي ميور جورني اللي جوزتهم في حياتي. الوغ واش تعلمت هذاك النهار سي كو الشوكولا اكتشفوه يعني لا فيف دو كاكاو هذيك اكتشفوها عند الحضاره حضاره المايا دونك عند لي مايا في امريكا اللاتينيه دونك اكتشفوا تما لا فيف دو كاكاو. وشكون اللي اكتشفها؟ اكتشفوها الاوروبيين في رحلاتهم الاكتشافيه دونك تما اللي اكتشفوا لا فيف دو كاكاو. على بالكم باللي الشيكولا يا اخي نلقاوه في لي زارب في الاشجار دونك في شجره تلقاو هذيك لا فيف دو كاكاو هذيك لا فيف اللي هي رايحه نحمصوها ونجبدوا منها لي غران ومن بعد كي يتحمصوا يترحاو ونجبدوا منهم لو كاكاو لو بور دو كاكاو باش ابري نزيدو لهم الحليب والسكر باش نتحصلوا على الشوكولا. شوفوا دوكا القوام تاعها كيفاش راهو فوالا هنا عندنا اون بو شوكولا فوندو هكذا فوالا نحط هادي عليه ونجي نفرغ الشوكولا ديالي في هذا الاناء الكبير في لو غون ريسيبيان هكذايا ونقعد نحرك فيكو راهي سخونه شويه دونك نقعد نحرك باش هذاك البيض ما يطيبليش هكايا فوالا فوالا ونتحصلوا على لاباط اللي رايحين نديروا بها لي فوندون وشوكولا. نحيو هذا يبجي ونطوى ونجيب دي غامكان يكونوا بوغي اي فاريني اللي رايحه ندير فيهم هاد لاباري افوندون. لازم تسخنوا مليح لو فور تاعكم الفرن تاعكم لازم يكون سخون على 190 درجه وديروا فيهم هادوك لي غامكان تاعكم تاع لو فوندون. نحطها هنا نجيب لي غامكان جاولي لازم ندهنوهم مليح بالزبده ونديروا لهم شويه فرينه نغبروهم بالفرينه هكايا باش كي نديمولي لو فوندون تاعنا تجينا سهله فريمون غير نديروا له هكايا يديمولا. نروح نحط فوالا ما نعمرهمش حتى الفوق نعمرهم غير نص ولا نخلي غير ربع ما نعمروش فوالا وهكذا كيما قلت لكم لازم الفرن تاعنا نكونوا سخناه ودوكا نروحوا نحطوهم في الفوغ على 190 درجه مده 10 الى 12 دقيقه. لازم تعسوهم ماكسيموم 12 دقيقه غير تشوفوهم نشفوا شويه من الفوق تنحيوهم من الفوق وتخليوهم يبردوا شويه ونديمولوهم. دوكا نروحوا نديروه في الفوغ ونشوفوهم على صحن التقديم. قعدوا هنايا ما تروحوش بعيد. رانا عاود
عدنا تلاقينا في طاولة التقديم ونتمنى يكونوا عجبكم هاد لي غوسيت اللي درنا اللي هما اون ديسير درنا لو كولون شوكولا ولا لو فوندون شوكولا اللي نقدروا نرافقوه بون بول دو غلاس على فاني ولا نديروا له برك شويه سكر غلاس الفواكه اون كريم انغليز شانتيي فريمون كامل واش حبيتو اون بلا برينسيبال درنا الحوت اون بابيوت دونك درنا دو لا سول اون بابيوت اللي رافقناها افيك ان غراتان تاع الكابويا دونك سي ان كرومبل بالكابويا طريقه جديده يعني باش نرمبلاسيو هذيك لا بيشاميل اللي نديروها دائما في لي غراتان دونك نديروه اون كرومبل يمدلنا هذاك لو كروستيان جيسبر فريمون عجبكم هاد الوصفات اللي راكم تشوفوهم كل يوم في ليميسيون تاعكم لا غورمانديز مع موني كوك واذا رطيتو كاش ديتاي رايحين تلقاوه في الموقع تاعنا اللي راهو يجوز اسفل الشاشه سينو تقدروا تتواصلوا معنا في اي وقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتلاقاو غدوا ان شاء الله بوصفات جديده.